إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، وحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرحلة الدعوة السرية بعد نزول الوحي عليه، وهذه المرحلة استمرت في العمر الدعوي 3 سنوات. أسلم فيها كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من بداية السابقين إلى الإسلام طبعا السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا الزبير بن العوام. وسيدنا الزبير لما أسلم كان عنده أو كان عمره 8 سنوات، وممن أسلم في هذه المرحلة سيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا عمار بن ياسر، وسيدنا خباب بن الأرط رضي الله عز وجل عنهم جميعا. وكما قلت كان ممن أسلم في هذه المرحلة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسيدنا سعد بن أبي وقاص لما أسلم نزل القرآن في خبر إسلامه كما أخبر عن نفسه، قال حلفت أم سعد، أم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيقول حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. يعني أمه حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وبتقول له زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. فمكثت 3 أيام حتى غشي عليها من الجهل، أو حتى غشي عليها من الجهل، يعني كأنها دخلت في مرحلة غيبوبة، يعني باعتبار أنها لم تأكل ولم تشرب. فقال ابن الله يقال له عمارة، فقام ابن الله يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. يعني هي امتنعت عن الطعام والشراب حتى يغفر سعد اللي هو ابن سيدنا بن وقاص، حتى يغفر بإيه؟ بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيوكلوها يعني بصعوبة. الحادثة تدل على صلابة موقف المؤمنين الأوائل أمام الفتن المتنوعة التي تتعرض لها، كما تدل على أنماط المواجهة التي تجمع بين التأثير العاطفي والضغط النفسي حين وبين استخدام القهر والقوة أحيانا أخرى. يعني طبعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لكثير من الأذى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى من قريش في هذه الفترة، وبعدين كان الأذى يعني أذى شديد، لم يكن أذى سهل، وإنما كان المشركون يتعمدون الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الاستجابة للأمر الإلهي بإعلان الدعوة اقتضى من المسلمين مواجهة المشركين بحقائق التوحيد وبفساد الشرك، مما جعل المشركين يلحقون الأذى بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففضلا عن المعتقدات الباطلة التي عشعشت بعقول المشركين وتوارثوها خلفا عن سلف، فإنهم كانوا مدركين لجدواها في تحقيق مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. عندما تؤم القبائل العربية مكة حيث الأصنام 360 المحيطة بالكعبة، وينجم عن ذلك حركة بيع وشراء تحقق الأرباح الوفيرة للملأ ممثلة مكة، كما تؤمن عبر الإيلافات واحترام قريش دينيا التجارة المكية نحو اليمين أو نحو اليمن والشام. واتخذ الأذى اللي هو الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة اتخذ صورا شتى من السب العلني والضرر المادي. ومن صور هذا الإذاء ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه الإمام مسلم أيضا عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسه، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسماها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا،
فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي جوارية، يعني ما زالت جارية صغيرة، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقته عليه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم تسمي اللهم عليك أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من القرشيين، وقال اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله بن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، اللي هو قليب بدر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء وماتوا في، يعني كل هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعوا في غزوة بدر. وبيّنت الروايات الصحيحة الأخرى أن الذي رمى الفرث على النبي صلى الله عليه وسلم هو عقبة بن أبي معيط، وأن الذي حرضه هو أبو جهل، وأن المشركين تأثروا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما دعا عليهم الرسول تأثروا بهذه الدعوة وشق عليهم الأمر، لأنهم يرون أن الدعوة لمكة مستجابة. ولكن من المهم أن نلاحظ أن دعوته عليهم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، كانت بسبب تكذيبهم إياه واستعصائهم على الإيمان، وليس بسبب إيذائهم له. فطالما احتمل أذاهم ولم يدعو عليهم، بل دعا لهم بالهداية، مما يصبح مثلا أعلى في الصبر على الدعوة واحتمال المدعوين وإن آذوا أصحاب الدعوة في أموالهم ومصالحهم وأنفسهم. وأيضا كان من صور الإذاء التهديد بالأذى وبالقتل على لسان زعماء المشركين. هذا الأمر لم ينقطع أو لم يكن ينقطع في مرحلة الدعوة العلنية، بل كان يتصاعد ويشتد مع الأيام. فمرة قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجو بين أظهركم؟ فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتي أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى أبو جهل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وزعم أنه سيطأ على رقبته، فما فجأه منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه، يعني بيني وبين محمد، لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لو دنا مني، يعني لو اقترب مني لإزاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذه الرواية رواه الإمام مسلم في صحيحه. وخلد القرآن هذا الحدث، فقال سبحانه وتعالى في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. يعني هذه الآيات نزلت في أبي جهل وأمثاله. ولعله في هذه المرة نفسها جاءه أبو جهل فقال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهر أبا جهل وغلظ له القول. فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فليدع ناديه سندعو الزبانية. وسأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول له: قل لي كده يعني أكثر الأمور التي تعرض فيها المشركون بالأذى للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. يعني جاء عقبة هذا عليه رحمة الله وخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربي. وكان عمرو بن العاص والد عبد الله شاهد عيال الحديثة، والغالب أنه سمع الخبر منه.
ده يعني نوع من الإزاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر أذى قريش على الاتهام بالباطل والتكذيب السافر والسخرية والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تصاعد إلى ذروة العنف وخاصة في معاملة المستضعفين من المسلمين، فنكلت بهم لتفتنهم عن دينهم ولتجعلهم عبرة لسواهم ولتنفس عن غضبها بما تصب عليهم من العذاب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشاهد عيان: أول من أظهر إسلامه، يعني أول من أسلم، يعني أو من أوائل الذين دخلوا في الإسلام، سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأم سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمي أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أضرع الحديد وصهرهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد 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 أحد. ثم اشترى أبو بكر بلالا فأعتقه. ويذكر أو يذكر عروة بن الزبير إمام أهل المغازي: أعتق أبو بكر رضي الله عنه ممن كان يعذب في الله سبعة، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بما من الله سبحانه وتعالى عليه من أموال، أعتق سبعة من الذين دخلوا في الإسلام وكانوا مازالوا عبيد: عامر بن فهيرة، وبلال، والمضيرة، وأم عبيس، والنهدية وأختها، وجارية بني عمرو بن مؤمل. يعني هؤلاء ربما لا يسمع بهم الكثير من الناس، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعتق المستضعفين من الرقيق المسلم، فقال له أبوه أبو قحافة: لو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك. فبين له أبو بكر إنه يريد بذلك وجه الله لا المنع. فنزلت الآية في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرى. ووردت روايات كثيرة في ألوان العذاب التي لقيها عمار بن ياسر وأهله، ويتكفي الإثبات وقوع الحادث تاريخيا. وذكر المفسرون أن قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه. وممن ناله الأذى في سبيل الله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة للإسلام خباب بن الأرد، حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ليخفف عن المستضعفين. فبيقول خباب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد، أو ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق الرأس فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله. وكان خباب يعمل حدادا، فعمل للعاص بن وائل سيفا، فاجتمع له عنده مال، فذهب خباب لكي يتقاضى منه هذا المال، فقال له العاص: لا أقضيك، يعني لا أعطيك المال حتى تكفر بمحمد. فرد عليه خباب: حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص ساخرا بأنه سيقضي يوم القيامة من ماله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ومما يدل على ما لحق المستضعفين من ظلم وغصب لأموالهم فضلا عن أذى أبدانهم ما رواه لنا أصحاب السير في كتب السير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على عينه ويوجههم نحو توثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالعبادة. ثم نزلت هذه الآيات في المرحلة المكية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص شطرا من الليل للصلاة،
وقد خيره الله سبحانه وتعالى أن يقوم للصلاة نصف الليل أو يزيد عليه أو ينقص منه. فقام النبي وأصحابه معه قريبا من عام حتى ورمت أقدامهم، فنزل التخفيف عنهم بعد أن علم الله منهم اجتهادهم في طلب رضاه وتشميرهم لتنفيذ أمرهم ومبتغاه، فرحمهم ربهم فخفف عنهم فقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولا شك في أن امتحانهم في هجر الفراش ومقاومة النوم ومألوفات النفس لتربيتهم على المجاهدة وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس تمهيدا لحمل زمام القيادة والتوجيه في عالمهم، إذ لا بد من إعداد روحي عال لهم، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل الرسالة وأتمنهم على الدعوة واتخذ منهم شهداء على الناس. فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية الأولى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أمامهم المهمات الجسيمة في تعديل مسار البشرية وإنقاذها من الانحرافات الخطيرة وتسديدها نحو توحيد الله وطاعته، وهي مهمة عظيمة لا يطلع بها إلا أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقد وصف القرآن الكريم قيام الليل والصلاة في وقراءة القرآن ترتيلا، أي مع البيان والتؤدة، بأنه أشد وطأ وأقوم قيلا، فهو أثبت أثرا في النفس مع سكون الليل وهدأة الخلق، حيث تخلو من شواغلها وتفرغ للذكر والمناجاة بعيدا عن علائق الدنيا وشواغل النهار، وبذلك يتحقق الاستعداد اللازم لتلقي الوحي الإلهي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل هو القرآن الكريم، وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدقيق للمسلمين الأوائل في قدرتهم على تحمل أعباء الجهاد وإنشاء الدولة بالمدينة، وفي إخلاصهم العميق للإسلام وتضحيتهم من أجل تطبيقه في واقع الحياة ونشره بين العالمين. يبقى استمر المشركون في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وإزاء الصحابة الكرام رضي الله عز وجل عنهم، وسلك المشركون أيضا طريقة الجدال لدحض الحق، ومن الأمور التي جادلوا فيها وأكثروا البعث، يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولهم بأنهم سيبعثون بعد الموت، يعني سيحييهم الله سبحانه وتعالى بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم، يعني كانوا يجادلون في هذا الأمر، فإن عقليتهم لم تتسع إلى تصور الحياة بعد الموت كما حكى القرآن على لسانهم. والعاص بن وائل جاء بعظم، ويعني ذهب إلى المقابر وجاء بعظم وفته أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيقول له: يا محمد، أتزعم أن ربك قادر على إحياء هذه العظام مرة أخرى؟ فقال له: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وفي أمثال هؤلاء نزل قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، كما نسأل سبحانه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.